مو هذا هو الموضوع يا دكتور. سعود هو اللي بلغني فيه. طبعا يا دكتور سعود ما يدري بالعلاقه اللي بيني وبينك، علاقه الاب مع ابنه. سعود قال لي يا دكتور ان سحر بنت خالتي مشاعل بالاتفاق مع راشد خطيب بنتك قرروا انهم يخدعون فاطمة. ايش هالكلام هذا؟ راشد مستحيل يخدع بنتي، شلون يخدعونها؟ دكتور هم يعني اتفقوا مع سعود انهم يوهمون بنتك ان سعود وهو خطيب سحر بنت خالتي مشاعل، لكن الحقيقة تعرف يا دكتور ان سعود خطيب واحد. ليش؟ انا اقول لك ليش يا دكتور. علشان بنتك ما تشك فيهم ويخدعونها ويشوفون مسألة الاستديو هذا والبرنامج حجة علشان يتقابلون في 24 ساعة من غير ما بنتك المصون تدري. ايش هالكلام هذا؟ ينيت ينيت دكتور لا تخليني أدب. اني قلت لك والله يا دكتور اني احبك. انا لو ما احبك كان ما علمتك بهالسالفة هذه، ورب العالمين أدرب نواياي يا دكتور. غريبة، اللي عارفه برامجنا ضد ثقافتك ونظرياتك، ايش سر هالزيارة؟ سحر انت عارفين معزتكم عندي. لا اي واضح، من اللي سويته بابوي الله يرحمه؟ ابوك انا ما سويت فيه شيء الله يرحمه. كتاباتك عنه وشهادتك ضده. المحكمة طلبت لي الشهادة، تبيني اشهد وانا تحت القسم؟ على العموم هذا مو موضوع نقاشنا، انا ياش موضوع ثاني اهم. خير. بنتي فاتن. فاتن؟ أصلا أنا ما أعرفها ولا شفتها من يوم كانت صغيرة. أرجوك لا تشذبين علي. عفوا بس ليش بتشذب؟ شلون ما تعرفينها وانت كل يوم والثاني طلعتها بالبرنامج مالك تتكلم عن راشد؟ فاتن خطبت راشد؟ هذه بنتك؟ يعني ما تعرفين إنها بنتي؟ لا والله ما أعرف، الحين تفاجأتني. ما تعرفين إنها خطيبة راشد؟ زين شو المشكلة؟ ويبتي واحد يمثل دور خطيبي قدامها. إيش فيك؟ ما تحكين؟ قولي صح ولا غلط؟ لا هو الموضوع. هلا عمي، انت هني؟ يجيب وقتك يا استاذ. جاوبي قدام الاستاذ. انت ادعيت ان سعود خطيبك قدام بنتي عشان تخدعونها. لا بس انا ما كنت ابيها تمنع راشد من البرنامج. قصدك عشان خلال الجو انت وراشد. مش هالكلام هذا اللي قاعد تقوله. انت بس لا تقول عمي. دكتور انت فاهم الموضوع غلط. غلط ولا صح؟ هذا آخر شيء كنت أتوقع من بنت مشاعل. صدقني يا عمي صدقني. بس ولا كلمة، واعتبر علاقتك ببنتي انتهت، وهداياك راح توصلك لعندك، ما بشوف وجهك مرة ثانية. عمي لحظة، عمي خلني أفهمك، عمي صبر شوي. لا عمي يعني معقولة راشد يسوي كذي؟ يلعب علي انا؟ لا تبكين يا بنتي لا تبكين، هذا ما يستاهل دمعه من عينك، والحمد لله انه انكشف لنا قبل الزواج. بس يبا ليش يسوي فيني كذي؟ لانه نذل. بهالدنيا يا بنتي راح يشوفين وايد من هالاشكال، بس هذا لازم يكون لك درس كبير يقويك ويفهمك الحياه والناس على حقيقتها. لا يبا هذا كله من سحر، سحر هي اللي حاطه عينها على راشد من زمان. هذا شيء مو غريب عليها، طالع على ابوها. بس على العموم انت الحين ركز بدراستك، وان شاء الله الله راح يعوضك بواحد احسن من بألف مره. حول ولا قوة الا بالله. اهدي يا بنتي اهدي. وسحر هذه لي كلام ثاني مع امها. والحمد لله ان الله ارسل لنا ناصر ينبهنا قبل لا يصير اي شيء اكثر من اللي صار. سحر انت السبب في هالمشكله، وانت اللي لازم تحلينها، ولا ولازم الدكتور حمود يعرف ان انا ما كنت راضي باللي صار، وان هذه سالفتك انت وانت اللي طبختها. راشد انا كان غرضي شريف. وشوفي غرضك الشريف وين وصلنا. لا تخاف فاتن تحبك. شلون تحبني؟ شلون تحبني بعد ما تكتشف اني كنت جزء من هاللعبه، لعبه انت ورطتيني فيها.
راشد. اهدى شوي اهدى. ولا اقول لك المكان مو مناسب. تعال نتكلم بالوقت. يلا. راشد انت ايش فيك مكبر الموضوع؟ اهدى شوي. وبعدين حتى لو ما رضت انت الف واحدة تتمناك. سحر، ومنو قال انا ابي الف واحدة غيرها؟ انا ابي فاتن. فاتن هي كل شيء بالنسبة لي. فاتن هي حياتي. فاتن هي الشيء اللي كل يوم اقعد الصبح علشانه، اللي اغمض عيني كل ليلة وصورته في خيالي. أنا ما تخيلت المستقبل وفاتن مو جزء منه. أوكي خلاص خلاص فهمت، والله فهمت. حلو، دام إنك فهمتي طلعيني من هالمشكلة وفهمي أبو فاتن إني مالي علاقة باللي صار. لا طبعاً، ليش أنت ما شفت شنو اتهمني فيه؟ أنا ما يهمني، كل اللي يهمني إنه هو يعرف الحقيقة وبأي ثمن، ولا البرنامج هذا ما راح تشوفيني فيه مرة ثانية. أوكي؟ ما شاء الله عليك، حاولت اطلع غلط واحد بالكتاب ما لقيت، مدقق عدل. انا مو قايل لك لا تتعبين نفسك ووقعي على عماها، انا راجعت الكتاب بعد المراجعين 3 مرات. خليني معاه شوي. ان شاء الله سهل. حيا الله المديرة. أنا هني يا سلطان، ماني باعتباري مديرة. عاملين طال عمرك. إيش بينك وبين مها؟ هذه اللحظة اللي كنت خايف منها. ليش أنت مسوي شيء يخوف؟ لا والله يا أستاذة، أنا كل اللي سويته إني حكيت لمها عن مشاعري الحقيقية. شنو هي مشاعرك هذه؟ مو مهم. الموضوع هذا طال عمرك مثل بعض القصص، لها بداية وما لها نهاية. معلقة بالهواء ولا يمكن تنزل الأرض. ممكن تتكلم بوضوح أكثر؟ أستاذة مشاعل، أنا مشاعري مو بيديني. أدري أني بيني وبين مها ألف حاجز وحاجز، وأنت تعرفين الحواجز هذه أكثر مني، لكن أنا بصراحة حبيتها، وأدري أن اللي مثلي ما له حق يحب. الحب ما هو عيب. لا لا، في حالتي أنا عيب. بالذات في حالتك أنت ما هو عيب. أنت أكثر إنسان محتاج الحب. أنت أكثر إنسان ممكن يعطي الحب، ويكون الحب هذا حسب الأصول واتجاه الشخص المناسب، ويمكن يوصل لنتيجة طبيعية ويضمن حياة سعيدة بين طرفين. أنت مثل ما قلت يا سلطان، في حواجز، حواجز حقيقية بعد. أنا حطيت كل الاحتمالات وفكرت في كل البدائل ووصلت لنتيجة واتخذت القرار. وقبل لا أقول لك قراري، أبيك ما تظن لحظة أن هالقرار هذا كان سهل علي. وأول كلمة لازم أقولها لك أني أرفض ارتباطك بمها. اللي تامريني فيه أنا حاضر، لو بغيتيني أترك الشغل من الحين أنا ما عندي مانع، وأطلع من حياتكم كلها، وأوعدك إنك ما راح تشوفين وجهي أبد. ممكن تسمعني للآخر من فضلك؟ تفضلي. أنا أرفض ارتباطك بمها بالطريقة هذه، أرفض الارتباط الغير واضح اللي ما له أساس ولا إطار. لكن في شيء ما أدري، إحساسي ومعرفتي وثقتي فيك يخليني أعيد التفكير. كلامك صحيح، واشكرك على الثقة طال عمرك.
وعلى العموم أنا ما لومك، لكن إذا أنت جاد في مشاعرك وتعرف أنك راح تصونها وتحطها بعيونك، أنت تدل ضريج بيتنا. الله يجبر بخاطرك. هي مصدر؟